ايه رأيك لو الارض كان عندها حلقات زي حلقات كوكب زحل؟ وفجأة مش كده؟ ده مش خيال علمي، ده واقع محتمل اكتشفه العلماء مؤخرا. لو انت من هواة ومحبي الفلك وشكل السماء في الليالي الصافية، اكيد هتكون بتحب تراقب الكواكب لما بتقرب مننا، واكيد من اكتر الكواكب اللي بتحب تراقبها هيكون كوكب زحل بشكل حلقاته الجذابة، وهو كوكب بيبقى ممتع جدا اننا نراقبه ونرصده. لكن الحقيقة اللي انت ممكن تكون ما تعرفهاش ان في كواكب تانية ليها حلقات حواليها زي كوكب زحل، على سبيل المثال كواكب المشتري واورانوس ونبتون. لكن المفاجأة بقى ان في دراسة اتنشرت في مجلة Earth and Planetary Science Letters بتقول ان الارض كمان كان حواليها حلقات زي حلقات زحل في فترة من فترات الارض المبكرة. ازاي الحلقات دي اتكونت وازاي قدروا يعرفوا المعلومات دي بالضبط؟ ويا ترى كان ايه شكل الارض لما كانت بتتميز بحلقات حواليها؟ وايه تأثير الحلقات دي على المناخ الارضي وقتها؟ وعلاقة الحلقات دي بالانقراض الكبير اللي حصل في وقت من الاوقات على سطح الارض؟ وكل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. في دراسة نشرت في 15 سبتمبر 2024 بتقول ان الارض من المحتمل جدا ان كان ليها حلقات زي حلقات زحل بالضبط على شكل حلقة كبيرة. لكن الحلقة دي ما قعدتش مدة طويلة بالنسبة لعمر الارض، وقعدت حوالي من 20 ل 40 مليون سنة، ولكنها قدرت تترك بصمة احفورية على سطح الارض في العصر الاردوفيشي الاوسط من حوالي 466 مليون سنة، اي حوالي تقريبا نصف مليار سنة. طيب ده حصل ازاي؟ وليه اتكون حلقة حوالين الارض؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. اخبط اللايك الجميل وتابع معانا الرحلة الشيقة والممتعة والمفيدة. وخليني في البداية اقول لك ليه الحلقات بتتكون حوالين الكواكب. الحلقات اللي حوالين الكواكب زي اللي بنشوفها حوالين كوكب زحل بتتكون بسبب كذا عامل، وده بيحصل نتيجة تفاعل الجاذبية الكبيرة للكوكب مع المادة اللي بتحيط بيه. خلينا نبسط الموضوع اكتر ونفهم ازاي ده بيحصل. بقايا اصطدامات او تفكك اقمار، وفي بعض الاحيان الكواكب العملاقة زي زحل والمشتري بتكون محاطة باقمار صغيرة او اجسام فضائية زي الكويكبات. لما بيحصل اصطدام بين الاجسام دي او لما الكوكب يسحب جسم او قمر قريب منه ويمزقه بفعل الجاذبية القوية للكوكب، القطع الصغيرة المتبقية من الحطام بتبدأ تلف حوالين الكوكب. ده بيحصل لان الجاذبية بتاعت الكوكب بتجذب المادة المتناثرة من الاصطدام او التفكك وتمنعها من انها تهرب للفضاء، وفي نفس الوقت تمنعها انها تسقط مباشرة على سطح الكوكب. بالتالي بيبدأ الحطام يعمل حلقة او عدة حلقات. تاني عامل من العوامل اللي بتأثر على الكوكب اذا كان هيحتوي على حلقات ولا لا هو منطقة حد روش. في مسافة معينة حوالين الكوكب بيكون تأثير الجاذبية قوي جدا لدرجة انه بيمزق اي جسم كبير بيحاول يقرب منه. المنطقة دي بتتسمى حد روش ليميت. لما اي جسم زي قمر صغير او كويكب يدخل المنطقة دي، الجاذبية بتفككه لقطع اصغر، واللي بعد كده بتبدأ تتحرك في مدارات حوالين الكوكب وتتكون عندنا حلقات. ثالث عامل بتكون الغازات والغبار الفضائي. الكواكب العملاقة زي زحل بتكون موجودة في مناطق بعيدة عن الشمس، واللي بتكون مليانة بقايا من الغاز والغبار اللي فضلوا بعد تكوين النظام الشمسي. الجاذبية الكبيرة للكوكب بتجذب الغبار والجزيئات الصغيرة وتحبسهم حوالين الكوكب، مكونة الحلقات اللي بنشوفها. بمجرد ما الحطام او الغبار يتكون حوالين الكوكب، الجاذبية بتساعد في انها تجمع الحطام ده في مدارات محددة. كل مادة سواء كانت غبار او جليد او صخور صغيرة بتستقر في مدار معين، وده اللي بيدينا شكل الحلقات اللي بنشوفها. ولو مثلا الحلقات دي موجودة حوالين الارض ومتكونة من غبار وجليد بشكل اساسي، هتكون اتبخرت بسبب اشعة الشمس القريبة من الارض طبعا. وعموما بتكون كل مادة في الحلقات بتتحرك بسرعة معينة، والموقع بتاعها بيتحدد بناء على سرعتها وجاذبية الكوكب. علشان كده بنلاقي ان الحلقات الخارجية بتكون مكونة من مواد اخف زي الغبار والجليد، والحلقات الاقرب بتكون مكونة من مواد اتقل زي الصخور الصغيرة. طيب ليه زحل عنده حلقات اكتر من غيره؟ زحل مميز جدا بالحلقات الضخمة والواضحة اللي عنده،
والسبب في ده هو ان زحل عنده جاذبية قوية جدا وبيحتفظ بالمواد اللي حواليه في مدارات مستقرة لفترة طويلة. كمان زحل موجود في منطقة بعيدة عن الشمس، وده خلاه يقدر يحتفظ بكمية كبيرة من الجليد والغازات اللي ساعدت في تكوين الحلقات المميزة دي. في النهاية، الحلقات اللي حوالين الكواكب زي زحل والمشتري وأورانوس بتدينا فكرة عن مدى تعقيد الفضاء. الحلقات دي مش مجرد زينة عادية فقط، لكنها بتعكس العمليات اللي بتحصل بين الكواكب والمادة اللي حواليها، سواء كانت نتيجة اصطدامات قديمة أو بقايا من الغاز والغبار اللي تكون مع الكوكب. بكده احنا عرفنا ازاي بتتكون الحلقات اللي بنشوفها حوالين الكوكب. طيب ايه القصة بقى بتاعت ان في حلقات حوالين الارض من اكتر من 450 مليون سنة، وازاي يعرفوا ده؟ مؤلف الدراسة اللي اتنشرت هاندي تومكنز من جامعة موناش الاسترالية، واللي درس هو والفريق بتاعه 21 فوهة من الفوهات الموجودة اللي نتجت عن اصطدام الكويكبات بكوكب الارض، وحللوا فترة في الزمن اسمها العصر الاردفيشي، ولقوا ان الحلقة دي اللي كانت بتتحلل ببطء حوالين الارض ممكن تكون تفسير منطقي للظاهرة الغريبة دي. ولقي ان كل الفوهات دي موجودة على ضمن 30 درجة من خط الاستواء، وهنا خلاهم يتسألوا، في العادي الكويكبات لو ضربت كوكب بتكون بسرعة عشوائية زي ما موجودة كده في القمر والمريخ، لكن وجود عدد كبير من الفوهات دي ضمن خطوط معينة ده معناه ان في كويكب عملاق اتفكك بسبب قوى المد والجزر على الارض وشكل حطام حوالين كوكبنا في الفترة دي، وقدر يكون حلقة زي حلقات زحل. وحنلاقي الفكرة ان المواد اللي كانت في الحلقة دي فضلت تسقط تدريجيا على الارض على مدار ملايين السنين، وده زود عدد اصطدامات النيازك اللي اتسجلت في الصخور في الوقت ده. العلماء لقوا كمان طبقات في الصخور الرسوبية في السويد والصين وروسيا من الفترة دي فيها كميات كبيرة جدا من حطام النيازك. هنا السؤال، هل ممكن يكون للارض حلقة في الماضي فعلا؟ اغلب الظن اننا مش هنلاقي اي اثار للحلقة دي في الفضاء دلوقتي لو كانت موجودة فعلا، لكن في خلال العصر الاردفيشي من حوالي نصف مليار سنة فجأة عدد اصطدامات النيازك زاد لمدة حوالي 40 مليون سنة، وتكونت مجموعة من الحفر على الارض في الوقت ده، وكانت كلها تقريبا حوالين خط الاستواء. ده هيدل ان زي ما تكون كده مجموعة من الصخور بتسقط من شريط ضيق بيحيط بمنتصف الارض، يعني ترجيح احتمال ان كان في حلقة فعلا. تفسير العلماء للموضوع ده ان من حوالي 466 مليون سنة كويكب دخل في جاذبية الارض، لكنه موقعش على الارض على طول، لا كان قريب كفاية علشان يتفكك بفعل جاذبية الارض عند حد اسمه حدروش اللي ذكرناه من شوية، واللي هو تقريبا على بعد 15800 كيلومتر من الارض. الحطام اللي نتج عن الكويكب ده بدأ يلف حوالين الارض في مدار مستقر لفترة من الزمن، ولما تحلل على مدار الزمن بقايا وقعت على الارض، وده مش غريب على النظام الشمسي زي ما شفنا المذنب شوماكر ليفي 9 لما تفكك قبل ما يصطدم بالمشتري سنة 1994. ففكرة ان الارض تكون مزقت كويكب وتم دوران حطامه حوالينها الفترة مش مستبعدة. الفرضية دي كمان ممكن تفسر ليه الأرض دخلت في فترة جليدية من حوالي 445 مليون سنة، وهي أبرد فترة في آخر نص مليار سنة. ممكن الحلقة دي تكون زودت البرودة عن طريق إلقاء ظل على سطح الأرض، ومن خلال حجب أشعة الشمس بيقولوا إن الحلقة ممكن تكون ساهمت في حدوث تبريد عالمي مهم يعرف باسم بيت الجليد الهنانتي، واللي تم الاعتراف به كواحد من ابرد الفترات في اخر 500 مليون سنة. وكانت الفترة دي من التبريد الشديد من حوالي 463 الى 444 مليون سنة، في وقت غريب جدا لان كانت مستويات ثاني اكسيد الكربون وهو من الغازات الدفيئة اللي بتعمل دايما على تسخين الكوكب مرتفعة في الغلاف الجوي. في الوقت اللي كانت فيه الارض عندها الحلقة دي كان في حاجة تانية بتحصل، وهي حدث التنوع البيولوجي الاردفيشي العظيم، اللي هو كان فترة فيها تطور سريع للكائنات الحية بأنواعها المختلفة. التغير السريع في المناخ وقتها كان بيسبب تحديات كبيرة للحياة على الكوكب، وده خلى الكائنات مضطرة إنها تتطور بسرعة علشان تقدر تتكيف مع الظروف الجديدة. وده اللي خلى العلماء يتسألوا، هل ممكن تكون الحلقة اللي حوالين الأرض وقتها هي اللي تسببت في التغير المناخي ده؟ لو ده صحيح، ممكن تكون الحلقة كمان هي السبب اللي دفع التطور السريع للكائنات الحية في الفترة دي،
وبعد كده جت فكرة ممتعة جدا بتقول تخيل لو احنا نقدر نستخدم نفس الفكرة لتحويل كوكب زي الزهرة اللي حرارته عالية جدا الى كوكب قابل للعيش. لو قدرنا نوجه كويكب ضخم ناحية الزهرة بحيث يتفكك ويتحول لحلقة حوالين الكوكب، الحلقة دي ممكن تقلل الحرارة وتخلق تبريد للكوكب بشكل كبير، بل ويمكن التبريد ده يوصل لدرجة انه يتسبب في تكوين امطار على الغلاف الجوي الخاص بكوكب الزهرة. الفكرة لسه فرضية وخيال علمي واسع حبتين، بس التفكير في حاجة زي دي بيفتح ابواب جديدة للتفكير في كيفية تعديل المناخ على كواكب تانية وتحويلها لمناطق صالحة للعيش. طب ايه هو العصر الأردفيشي ده وازاي كان سبب في حدوث تطور لكائنات كتيرة على وجه الأرض وقتها؟ وليه هو بطل الدراسة دي؟ العصر الأردفيشي الأوسط كان واحد من الفترات الاستثنائية في تاريخ الحياة على الأرض، خصوصا في المحيطات. في الفترة دي شهد الكوكب تنوع ضخم في الكائنات البحرية زي زراعيات الأرجل وثلاثيات الفصوص والرخويات وحتى الطحالب. الكائنات دي انتشرت بشكل كبير جدا، وده كان راجع لعدة عوامل زي زيادة الأكسجين في المحيطات وتوفر العناصر الغذائية اللي دعمت انتشار الحياة. خلال العصر الأردفيشي المناخ على الأرض اتغير كتير. في البداية الأرض كانت دافئة جدا زي المناطق الاستوائية، لكن مع مرور الوقت ودخولنا في نهاية العصر ده الأرض بدأت تدخل في عصر جليدي طويل اللي غير ملامح المناخ بشكل جذري. هنا يجي السؤال المهم، هل الحلقات اللي كانت بتلف حوالين الأرض في الفترة دي كان ليها دور في التغير المناخي ده أو حتى في الانقراضات اللي حصلت بعد كده؟ تومكنز وضح أن التأثير المناخي اللي ممكن يكون ناتج عن الحلقات دي بيعتمد على كمية ضوء الشمس اللي الحلقات كانت بتحجبها، بس المشكلة أن احنا لسه مش عارفين نحدد بدقة كمية الحطام اللي كانت موجودة في الحلقات، لكن بناء على حجم الكويكب اللي العلماء بيقدروا أنه كان حوالي 12 كيلومتر أو أكتر، فكده من الوارد جدا أن الحلقات كانت كبيرة جدا ومنتشرة على مساحة واسعة من كوكب الأرض. الحلقات دي كانت ممكن تحجب كمية صغيرة من أشعة الشمس، وده اللي ممكن يكون ساعد في دخول الأرض العصر الجليدي، بس لحد دلوقتي مش واضح بالضبط إذا كان ده كفاية علشان يؤثر بشكل مباشر على المناخ لدرجة دخول الكوكب في عصر جليدي أو لا. وهنا نيجي لآخر سؤال، هل ممكن حاليا يتكون حوالين الأرض حلقات؟ يعني كويكب يمر جنب الأرض كده ويتحطم بفعل الجاذبية ويشكل حلقات حوالين الكوكب عند خط الاستواء؟ يريد تكتبولنا إجاباتكم وإيه هو السبب بالتحديد. الموضوع لسه مش محسوم، واللي جاي أكيد هيكون مليان مفاجآت. فلو عجبك الموضوع اخبط اللايك الجميل، وياريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان دايما نفضل مع بعض في رحلة اكتشاف أسرار الكون المذهلة. وقريبا جدا إن شاء الله حلقات جديدة وأفكار فريدة لم تناقش في اليوتيوب العربي قبل كده حنناقشها فقط على قناتكم إنفوسفير ولا في معلوماتي رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.